إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. هنفترض إن حضرتك فتح مطعم جديد بيقدم مأكولات غريبة عن المجتمع بتاعك، يقدم أكل مكسيكي، أكل صيني، أكل تايواني، أي أكل غريب عن الأكل اللي احنا متعودين عليه. وبعدين حضرتك رحت شفت المطعم وأكلت الأكل، عجبك النظام بتاع المطعم وعجبك كل حاجة وأكلت الأكل وعجبك الأكل، تمام؟ طيب لو أنت مواطن مش عربي وحد سألك على المطعم، هتقول له المطعم نظيف او مش نظيف، الكواليتي كويسة، الخامات كويسة، الخدمة كويسة. بالنسبة لطعم الاكل دي حاجة بقى تخصك او تخصه، ممكن تقول له الاكل عجبني، لكن انت روح جرب بنفسك لان ممكن الاكل يعجبك او ما يعجبكش. في الحالة دي انت راجل مش مواطن عربي، لان المواطن العربي بيعمل ايه؟ بيروح المطعم ولو عجبه الاكل الدنيا جميلة والأكل حلو و و و و، ولو أنت قلت له طيب الأكل ما أنا رحت والله أنت قلت لي الأكل كويس بس الأكل ما عجبنيش، هيقول لك لا أنت ما بتفهمش حاجة، أنت ما هيعيب فيك على طول، أنت اللي مش فاهم. مش هيقول لك ده ذوقك مثلا في الأكل وده ذوقي وطبعا معلش يمكن، لا خالص. ولو هو الاكل ما عجبوش وانت رحت وقلت الاكل عجبك، هيقول لك ايه القرف ده، ده اكل حيوانات، انت ما بتفهمش في الاكل. ده المواطن العربي، تمام؟ ديكتاتور في نفسه ويظن ان هو محور الكون. الحاجه لو ما عجبتوش لازم ما تعجبش الناس كلها، والحاجه لو عجبته لازم تعجب الناس كلها. المشكله ان المجتمع مصدقه والمجتمع زيه. ليه؟ فالمجتمع لما حد يروح يقول له رحت كلت في المطعم ده، هو اكل غريب، الاكل الصيني او المكسيكي كويس، يقول له الاكل كويس، تلاقي الناس كلها راحت تجرب عشان الراجل ده قال لهم الاكل كويس. وهو ذوقه في الاكل غير ذوق حضرتك. ولو هو اول واحد راح قال لهم ده وحش، يبقى محدش هيخش المكان ده تاني. ليه؟ لانه هما كل واحد فيهم ديكتاتور في نفسه، وهم مصدقين هذا الديكتاتور، ولو كل واحد اتيحت ليه الفرصه هيبقى ديكتاتور. ده نفس القصه في العلاج، نفس النظام في العلاج. لما بنشوف حد عمل الحقن والتردد الحراري وبقى كويس، بيطلع السما بالدكتور، والتردد الحراري ده احسن حاجه واقوى حاجه واظرف حاجه. لما يعمل التردد الحراري وما يجيبش نتيجة، مع ان احنا مش عارفين ملابسات هو ليه ما جابش نتيجة، ممكن يكون الدكتور كان قايل له ان احتمال ما يجيبش نتيجة، هو مش هيعترف بكل الملابسات دي، ده ملوش لازمة، ده أكذوبة العصر، ده مش عارف ايه. بنفس الشكل ده اللي عمل عملية والعملية نجحت، العملية احسن حاجة والجراحة هي السكة، ايه ده كل الكلام ده نصب وكل ما عداه، عمل عملية وفشلت يشتم في العملية ويشتم في كل حاجة. المشكلة مش فيه، هو مريض نفساني، المشكلة ان المجتمع كله نسخة من هذا المريض النفساني، لان المجتمع بيصدق على كلامه، تمام؟ والمجتمع موافق ان هو الراجل ده يبقى محور الكون. ليه؟ لان كل واحد فيهم هيبقى نفس القصة في يوم الايام. لما بتشوف المراجعات في العيادات في امريكا مثلا، ما شفتش في اوروبا يعني، في امريكا لما ابتديت اتابع الناس بيكتبوا ايه المرضى، يقول لك مثلا ايه، انا انتظرت فتره اطول، مثلا الدكتور انا شفت شهادات ولقيت ان هو معهوش شهادات في الجزء ده، هي دي الريفيوهات، انا ما عجبنيش المكان علشان الممرضه مش عارف عملت ايه، حاجات زي كده. لكن عمر ما فيهم واحد قال لهم العياده دي وحشه انا رحت وما خفتش، او لم ما فيش الشفاء، او حد قال لهم ده انا رحت وخفيت، ابدا.
كل الناس فاهمه ان الشفاء ده ممكن يجي لحضرتك او ما يجيش، انه يختلف من واحد لواحد ان هو كده، انما احنا عندنا هو مره واحده يروح، يا اما يقول لك التردد الحراري ده احسن حاجه في الدنيا، يا اما يقول لك لا ده اكذوبه العصر على طول مفيش، والمجتمع موافق. وهو المشكله ان انت بايظ والمجتمع بايظ وموافق انك تبقى بايظ انت كمان، مفيش حد هيصلح لك طريقك ولا هيقوم لك حاجه. فاستقيموا يرحمكم الله. انا مش عارف يعني القليل من العقل، انا دايما اقول والله القليل من العقل، احنا مش محتاجين ناس اذكياء ولا محتاجين ناس جهابذة، لان هم في اوروبا وامريكا لا هم اذكياء ولا جهابذة ولا اي حاجة، لكن هم عندهم عدل كده يعني ايه ما تفهمش جالهم منين يعني. لكن احنا مجتمعاتنا لا تحق حق ولا تبطل باطل، ومن اعمالكم سبلت عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.